وعليكم. نحن متقاعدي شركة ليديك، خدمنا عندهم أكثر من 32 سنة، وكاين اللي خدم 34 سنة وأكثر. كانت الدولة عطاتنا واحد 600 درهم في حكومة عباس الفاسي 2011، وليديك كتقطط علينا منها اقتطاع باش تحسب لنا في التقاعد، ولكن ملي خرجنا التقاعد لقينا ما محسبوش في التقاعد، اقتطاع تقطعهم لينا والفلوس ما دخلوش للصندوق ديال التقاعد وضعنا فيها، ولذلك كنطالبوا حنا هاد الحقوق ديالنا تسترجع وناخذوها في التقاعد وناخذوا الرابيل ديالها. والغريب في الامر نضر باكبر مدينه في المغرب من ناحيه اقتصاديه الحقوق ما خديناش، والمدن الاخرى اصغر من الدار البيضاء والمتقاعدين اللي كانوا تابعين توزيع الماء والكهرباء هاد الحقوق خذوها وحنا ما خديناش. لذلك حنا كنديروا هاد الوقفه الاحتجاجيه مره باش تستجب لنا الاداره تعطينا الحقوق ديالنا المسلوبه منذ 2011. الا ما استجبوش لكم يعني غتبقى الوقفات مستمره حتى ناخذ الحقوق ديالنا، هذا هو الهدف ديالنا. هاد الوقفه تستمر حتى نحققوا المطالب ديالنا. المطالب ديالنا راكم عارفينها، راه واحد الحق ديالنا كنا عندنا واحد الزياده ديال سيدنا في 2011 تعطات لينا، وكنا كيقتطعوا لنا منها واحد الطرف باش يجوز الصندوق ديال التقاعد. هذا كان في كود 105 106، هما خلاوها في 105 باش ما تجوش لنا في التقاعد ديالنا. دابا حنا كنطالبوهم انهم يردوا لنا فيساتنا من 2011. هاد المساله ديال هاد الوقفات غتستمر الى ان نحققوا المطالب ديالنا. واش ما كتشوفوش على انكم يعني كتعرقلوا؟ هذا سؤال. المواطنين اللي كيجيو يأدوا الفواتير ديالهم؟ لا لا ماشي مشكل، حنا عندنا نظام، حنا عندنا نظام، حنا داكشي منظم. لا بالعكس، حنا ناس كبار، الصغير فينا راه عنده 60 عام، اتونسيون الصغير وراه ناس عنده 60 عام، راه كلشي 60 عام الفوق متقاعدين، وحنا زعما كان كامل المسؤوليه وكامل الاحترام هاد الوقفات هادو كنردوا البال للناس المواطنين، كنحترموا السلطات، ودي عاد هذيك السلطات هي حاضره وما دخلاتش، كون كان شي حاجه كون دخلت السلطات الامور غدنا غاديه من حسن الى احسن، والنضال النضال النضال. كاين شي استجابه؟ الاداره ديال ليديك ليكم انتوما يعني واش؟ وهذا لحد الان ما كاين والو، لحد الان ما كاين حتى شي طاوله حوار. لا لحد الان ما كاين حتى شي حاجه، التجاوب ما كاينش، حنا كننتظروا. هذا برا حنا غاديين في التصعيد شويه بشويه، عيطوا عنا تفاوضوا معنا بسم الله مرحبا، ما عيطوش علينا، الامور غادا في التصعيد، لان دابا راه عندنا دي كارت اخرى غادي نلعبوها ان شاء الله الرحمن الرحيم. يعني ذاك المعاش واحد شويه الفلوس اللي كانت غتبقى لكم ويحرموكم منها. خويا هاد الفلوس هادو راه هاد الفلوس ديالنا ديال سيدنا عطاهم لنا، ماشي يعطونا بجيبهم، هذه زياده ديال الدوله ديال 2011، كلشي استفد منها، حنا كانوا كيقتطعوا لنا منها باش يدوزوها لنا في الصندوق، يردوا لنا رزقنا، صافي هادشي اللي كنطالبوا، حنا ماشي هذا ماشي ملتمس ولا شي حاجه ولا شي مكتسب، هذا حق ديالنا، حق ديالنا. هذا حق ديالنا، هذا حق ديالنا مسلوب ومسروق بهذه اللغه العربيه كاع، بغاوش يردوا لينا، كيتسناو واش كينتظروا الله اعلم. شكون اللي عنده، شكون هو اللي يقدر ياخذ القرار باش يسرقوا لكم هذه الاموال؟ وحنا دابا راه دقينا على مجلس المدينه، مشينا للولايه، وباقي ان شاء الله الا ما بغاوش يتجاوبوا معنا طلعوا حتى للبرلمان، وزاره الداخليه وبزاف بزاف عندنا بزاف. بغيتك تمرر شي رساله للمسؤولين على هذا القطاع. والمسؤولين يا اخي الا كانت عندكم شي انسانيه وفيكم شويه ديال الروح ديال المسؤوليه، وكتشوفوا هاد الناس هادو هكا واقفين، ها ما كتشوف فيهم غير الشيوخ، من العيب والعار انكم ما تردوش لهم فلوسهم، خاصكم تعرفوا المعاناه اللي كيعانيوا هاد الناس، راه كاين اللي كيشد واحد شنقول لك واحد الراتب هزيل، واحد التقاعد هزيل جدا، راه كاين الناس هنا اللي مساكن ما كيقدروش يخلص القهوه ديالو، والله ما يخلصها بالله، ولهذا كنطالبوهم كنقول لهم شوفوا بعين الاعتبار هاد الناس هادو، وانسانيا ما كنطالبوكمش على شي حاجه ماشي ديالنا، رزقنا ردوه لينا، تو سامبلومون.